وتزامنا مع بهجة ذكرى ولادة خير البرية رسول البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، أقامت منظمة قلوب الرحمة لحقوق الإنسان على قاعة مدرسة الرازي في محافظة كركوك فعاليات بالمناسبة تخللها قصائد بحب رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام وموشحات دينية. وخلال الحفل تم تجهيز 100 طفل يتيم بالقرطاسية والمستلزمات المدرسية، شملت عموم أطياف مكونات كركوك. منظمة قلوب الرحمة لحقوق الإنسان من المنظمات الفاعلة والعاملة في محافظة كركوك، طبعا بمبادرة طوعية استطعنا أن نجهز أكثر من 100 طفل يتيم ومتعفف في منطقة الفيليق ومن القادسية ومن بن جعلي ومن كافة تقريبا أحياء محافظة كركوك لأطفالنا الأيتام والمتعففين مواد الجنط المدرسية والقرطاسية. وطبعا هذه المبادرة مو الأولى يعني ولا الأخيرة، يعني إن شاء الله عندنا وجبة ثانية وعندنا وجبة ثالثة، نستطيع أن نغطي أكثر من 400 إلى 500 طفل من أطفالنا اللي هم يعني محتاجين لهذا الشيء بسبب فقدان الأب أو فقدان الأب والأم. وإن شاء الله إحنا بمساعدة الخيرين اللي حضروا ويانا وساهموا ويانا نقدر نغطي عدد أكبر من هذا المشروع اللي هو مشروع إنساني أكثر مما هو مشروع مادي. طبعا قامت منظمة قلوب الرحمة بتوزيع حقيبة المدرسية للأيتام والمتعففين في بداية السنة الدراسية، وهذا يدل على عدم تفرقة هناك لكافة أطياف المنطقة، منطقة الفيلق، ومن ما يؤدي إلى حب وتعالف جميع الأطياف. أشكر قناتكم والموقر بحضور هذا التكافل الاجتماعي، توزيع حقائب مهرجان الحقائب للأيتام والمتعففين. قامت منظمة قلوب الرحمة بتجهيز أطفالنا وأيتامنا المسجلين عندنا بالمنظمة بتجهيزهم بحقائب مدرسية تزامنا مع العام الدراسي الجديد. كل عام أطفالنا وطلابنا بألف خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. بمناسبة المولد النبوي الشريف، حيث قامت منظمة قلوب الرحمة بتوزيع الحقائب على طلاب المنطقة وطلاب مدرستنا في مدرستنا الرازي الابتدائية للبنات. نشكر هذه الجهود المبذولة من قبلهم وهذه المبادرة الحلوة الذي قاموا بتوزيع الحقائب على التلاميذ اليتامى والمتعففين في منطقة الحي كردستان فيلق سابقا ومنطقة العمل الشعبي، فشكرا لهم.